الحمد لله عدت على خير. بيسلموا طبعا وهيطلعوا، ويبدو ان دول حكام المساعدين وحكام الفار، كل طاقم التحكيم هيطلع يسلم، وراه هيطلع فريق الوداد الشقيق. هي الكرة كده، لازم حد يكسب. احنا شفنا مانشستر سيتي امبارح كسب 1-0 بس، هو ده اللي قدر يجيبه عشان ياخد الكأس، وفي الكؤوس 1-10 بس. زي ما قلت لحضراتكم، أهلي 1 تذكر ولا تتنكر. التسجيلات موجودة والفيديو موجود، وقلت لكم أول الماتش أهلي 1 مباراة واحدة جون 1 الحمد لله. ودلوقتي الوداد طبعا، وشكوى من الوداد لرئيس الاتحاد وللمسؤولين على كلهم، الكلام 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 انه مش مقتنعين مش مبسوطين. طبعا طبيعي ان انت تبقى قاب قوسين او ادنى، يعني الوداد كان خصوصا بعد ما جاب الجون كان قاب قوسين او ادنى. وانا قلت لك ايه، الاهلي في حاجه الى معجزه صغنن، وانا دايما بقول لك ان الاهلي ده نادي محظيظ، لما بيحتاج الحظ يجي الحظ، والحظ جه. يعني كانوا مغلوبين 1 وتاتي الكره، معلولي يرفع محمد عبد المنعم براسه، قال لها روحي يا نورماندي تو مجراها ومرساها. محمد عبد المنعم اليوم هو عريس النادي الاهلي، وطبعا لعيب